ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم جوله جديده ومختلفه وحلوه جدا. بس قبل ما نبتدي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الورد والكل والياسمين على احلى عيله منوراني ومشرفاني، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى معانا عرض دمار. بس احنا فين هنا الاول؟ احنا النهارده هنا في مول القبطان في ابو النمرس في الشارع التجاري. انزلي اول اخر مترو، اخر محطه مترو المنيب، تركبي عربيه تقولي له ابو النمرس، هتنزلي قدام الشارع على طول. هات كده معايا الشارع، بصي احنا هنا على الشارع مباشره، هتنزلي قدام المحل على طول. المحل هنا هو يد اولى، يعني ايه يد اولى؟ يعني جمله. احنا هنا عندنا فرع بسم الله ما شاء الله، عندنا كل حاجه للعرايس، عندنا ازاز، بايركس، اركوبال، ميلامين، اطقم عشره صيني، كاسات، كل حاجه في المعرض بسم الله ما شاء الله. تمام والله معانا كده، وتعالوا النهارده عامله لكم عرض حلو جدا، نقطهم العشا والاركوبال معانا. تعالوا نتفرج مع بعض ونشوف العروض بتاعت النهارده هتتجعلي. يلا بينا. معانا اركوبال 60 قطعه، مكون من ست اطباق كبيره، وكمان ست اطباق رز، وسيرفيس كبير، وبراد، وحله، وسلطانيه، و مجات قهوه، وكمان مجات شاي، وسكريه، ولبانه. الطقم بسم الله ما شاء الله 60 قطعه، طقم كبير. بس عشان المكان حابه اعرض لكم كل الاشكال اللي عندنا النهارده، مطلعه لكم من كل حاجه حاجات بسيطه. بصوا ده ساده وفي حاجه كده من الجنب بسيطه. عندنا حاجه زي اللي تحتيه كده مشجر، يعني عندنا كل الاذواق. اللي عايز حاجه بسيطه موجوده، واللي عايز شغل يكون فيه رسومات كتيره موجوده. بصوا كده الطبق اللي ورا دوت شكله شيك قوي، اللون الاسود في الاحمر في الابيض، مدي رونق تحفه للطقم. حلو قوي في النيش، حلو قوي في المطبخ، حلو لاستخدامك، جميل جدا على سفرتك. بصوا كمان في الحله والبراد وطقم الفطار، لو مش عايزه تجيبي طقم فطار ده كمان في طقم فطار، في لبانه وفي سكريه وفي ملاحات، في كل حاجه. تعالوا نتفرج على الطقم اللي تحتيه. الطقم اللي تحتيه ده طقم جديد جدا، اسمه طقم الزجزاج، طقم حلو جدا جدا جدا. هو مربع وفي نفس الوقت زجزاج، حلو جدا. برضو الاطباق ستة طبق مربع، وسيرفيس، وكمان حله، وفي كمان اطباق رز، وفي اطباق شوربه، وفي اطباق جاتوه، في كل حاجه. هو 60 قطعه. تعالوا نتفرج مع بعض فوق كده. بصوا هنا اللون ده تحفه وجديد وحلو جدا. بصوا شيك جدا في الشنيش بتاعك، شيك على سفرتك، شيك في مطبخك، حلو جدا. وبرده دوت 60 قطعه مربع، يعني لو عايزه مدور موجود، عايزه مربع موجود، عايزه كمان زجزاج موجود. تعالوا نتفرج على اللي تحت. اللي تحتيه دوت اماراتي، اسمه اندورا اماراتي، 50 قطعه، حلو جدا. وكمان الطقم ده بقى مختلف ليه؟ كمان في شباك للميه، وفي اطباق للرز بلبن. بصوا حلو جدا والله العظيم، طقم شيك قوي. بصوا كده على الطبق بتاعه، كل طبق فيه مختوم زي ما انتم شايفينه. بصوا كمان فتنه من ورا، هي كل الاطباق عامه مختومه يعني، بس دوت عشان قدامي على طول جبته لكم. بصوا طبعا الطقم دوت اللي بيحبوا الالوان البسيطه والهاديه. بصوا حلو جدا برضو، وبرده 60 قطعه، وبرده ده شكل ثاني من الزجزاج، يعني لو مش عايزه الاحمر، في من كل الموديلات دي في الوان وفي اشكال. وبكده خلصت النهارده الجوله معاكم، انتظرونا بكره في جوله جديده. مع السلامه، باي باي.